اليوم عندنا وصفة جديدة ومميزة، وراح نسوي مع بعض مقرنشات لذيذة بحشوة اللوز. وقبل ما نبدأ، إذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك وتفعلون الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تبخلون علينا بدعمكم بالكومنتات واللايكات، لأن دعمكم هو اللي يعطينا الحماس لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. نبدأ على بركة الله بتحضير حشوة اللوز. نحتاج لتحضير عجينة اللوز شوية لوز مطحون وناعم مع شوية مربى أو عسل حسب المتوفر عندكم. نخلط المكونات زين حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة. بعد ما نجهز الحشوة نعملها كويرات صغيرة متساوية عشان تسهل علينا الشغل وتكون كل المقرنشات بنفس الحجم والشكل. الحين نجيب الورقة الرقيقة الخاصة بالعجائن ونقطعها إلى مستطيلات طويلة بشكل متساوي. ناخذ كويرة من الحشوة اللي حضرناها ونحطها على طرف المستطيل، ونبدأ نلف الورقة حول الحشوة بطريقة مثلثات حتى نغطي الحشوة بالكامل. هذه الطريقة تعطي شكل جميل ومتساوي لكل قطعة. نكمل كل الأشكال بنفس الطريقة ونتأكد أنها متساوية في الحجم عشان تستوي بشكل متساوي لما نقليها. الحين نجيب مقلات فيها زيت ساخن ونتأكد أن الزيت وصل لدرجة حرارة مناسبة للقلي. نبدأ نقلي المقرنشات في الزيت ونحركها بحذر حتى تصير ذهبية من كل الجهات. بعدما تنقلي كل المقرمشات وتأخذ اللون الذهبي الجميل، نطلعها من الزيت ونصفيها من الزيت الزائد باستخدام ورق مطبخ. بعدين نغطسها مباشرة في عسل دافئ عشان تمتص الحلاوة وتاخد لمعة جميلة. هالخطوة تضيف نكهة رائعة وتعطي المقرمشات لمسة مميزة. في الأخير نرتب المقرنشات في أطباق التقديم ونزينها بشوية لوز مبشور أو أي شيء تحبونه مثل السمسم أو الفستق حسب ذوقكم. وبكذا نكون خلصنا وصفتنا لليوم. نصيحة أخيرة للحفاظ على الأشكال الجميلة للمقرنشات، تأكدوا أنكم تلفون الورقة بإحكام حول الحشوة عشان ما تتفكك أثناء القلي، وإذا كانت الورقة ناشفة شوي ممكن تبللونها بمسحة خفيفة من الماء لتسهيل اللف. وفي الختام أشكركم من القلب على دعمكم المستمر ومتابعتكم لوصفاتنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلون الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في الفيديو القادم مع وصفة جديدة ولذيذة. دمتم بخير وفي أمان الله.